السلام عليكم. ترى راح الصوت. نعم، هسه اجى الصوت؟ اجى هسه الصوت موجود. ايه اي واضح، ما صار عندي شويه وقف الزوم نفسه. ماشي. اذا بالذات نحن صوته حلو. ايه نعم. صوته بعيد بعيد الصوت هسه صوت بعيد لو قريب؟ بعيد هسه بعيد. دقيقة، خلينا نشوف شنو المشكلة. تسمعني هسه حاليا؟ الصوت واضح؟ لا هم بعيد دكتور، هم بعيد زين دكتور. يمي واضح انا الصوت. واضح الصوت لو واضح اخوان؟ شخص اخر يجاوب. دكتور واضح. صوتك واضح انا يمي واضح. واضح خلاص. اذا عندك مشكله اللي ما تسمع الصوت شويه علي. شوف انت، شوف شو مشكلتك يا عزيزي. شوف، على كل اذا ذكرنا بالانترميديت فيس، قلنا انه هذه تكون العنايه في الردهه. فبالنسبه للووند، نشيك الووند. اذا كان عندنا ووند انفكشن، فانت نفتح الووند باليوم الرابع ونعمل انسبكشن ونشوف حاله الووند، هل اذا اكو مثلا اي ساينز اوف انفكشن حتى نبدا نعالجها. وطبعا الساينز اوف انفكشن هي محاضره قادمه ان شاء الله نعطيكم اياها. اذا كان عندنا ريدنس سويلينج اور اني ديسشارج، نتخذ اجراء طبعا بها، الجراح ويخطئ بها اجراء. السكند بوينت هو اكوردنج تو ذا سايت اوف اوبريشن، حسب موقع العمليه. ذا ستيتشز، الغرز او الخيوط، كان بي ريموفد فروم 5 تو 15 دايز بوست اوبراتيفلي. على سبيل المثال بالفيشل وونز، يعني اي ووند عملناه بالفيس، مثلا واحد عملنا له ووند مثلا بالتشيك، كان عنده تروما بالتشيك وخيطناه. عاده هاي الوونز اذا كان كلين ووند وما عندنا مشاكل به، عاده بالفيفث داي ممكن نشيله، بل حتى مثلا في بعض الاحيان بالفورث داي نقدر نشيله. لكن اذا مريض عنده مثلا ووند بالابدومن او بالتشيست، عاده هذول نشيلهم باليوم العاشر او ال11 او ال12، ما نشيله قبل يوم العاشر. ال wound if the wound is clean and healing normal، التئام الجرح كان طبيعي وال wound is clean، the patient can have a bath، ممكن يروح الحمام and يستحم after the seventh post operative day. وعادة احنا بالنسبة لنا، انا بالنسبة لي كسيرجن، عادة اوصي المريض انه take a bath، ممكن يسخل يستحم عادة بعد رفع الخيوط بيوم واحد فقط او يومين، طبعا مع الحفاظ على الجرح بالمريض مثلا بالسيتنج والستاندنج بوزيشن والى اخره، يحافظ على الووند. لان الووند بعدها ستيل وذن دايز ممكن يصير به يعني اي ديهيسز او اي تروما مش كان ليد تو انفكشن. So with the precautions, the patient can take a bath عادة in the seventh post-operative day. In case of contaminated wound, contaminated يعني wound يعني جرح ملوث، السيرجن هنا باقي الحالة ما يغلق السكين. The skin is not sutured. The skin was subcutaneous tissue left without suturing. يعني خيط suturing done in the deeper layers, but the subcutaneous skin, subcutaneous tissue and skin not sutured. إذا كان patient in the wound contaminated or infected. وطبعا بالردها in the word this wound daily dressed by using antiseptics or certain يعني bactericidal solutions like povidone-iodine or something like this, and the wound cleaned and dressed daily, sometimes maybe twice daily, and the wound when the wound become clean without infection, we can do a delayed primary suturing اللي عادة خلال ورا أسبوع تقريبا نعملها، أو secondary suturing اللي عادة يكون ورا 12 يوم. In case مثلا مثال هون عندنا مثلا in case of perforated appendix، مو شرط perforated appendix، أي infected wound إذا كان بالفيس، إذا كان بالنيك، إذا كان بالسكال، ممكن على السكال والفيس عادة يعني دول لأنه highly vascular area ما نتأخر بهم، يعني ممكن نعمل لهم كلوجر إذا كان نظفنا الجرح مليح ما عندنا مشكلة فيها. لكن مثلا بالنيك، بالأبر تشيست، بالتشيست، بالأبدومين وهكذا، بالليمف او اذا كانت الاوبريشن بال لايك يعني انترا ابدومينال اوبريشن، مو شرط بالفيرت ابندكس، مثلا باول او ستومك والى اخره. دول مرات اذا كان عندنا كونتامينيتد ووند دكتور نقول ووند
ما نغلق البس، نغلق الديب مسلز، ويبقى عندنا السبكتانس والسكين مفتوح for daily dressing. And when this wound become clean, we can close it in either two methods: either delayed primary suturing يعني بعد أسبوع تقريبا، أو secondary suturing بعد 12-13 يوم. The second thing بالفولو اب بالوورد بعد الووند، عندنا we should check the drains. البيشنت قلنا إذا عنده drains مثلا مثل ما ذكرنا قبل شوية ريدي باك درين أو بينروز درين. الباسيف درينز مثل البينروز درين هذا الالاستيك تيوب أو الربر تيوب، أو اكتيف درين مثل الريدي باك درين هذا اللي شفناه قبل شوية اكتيف درين. should be checked the quantity and quality، الكمية والنوعية of any drain fluids should be checked like pus, blood, bile، ونثبت الكمية مالته how much. مثلا today اليوم الاثنين مثلا شيكنا البيشنت at 9 o'clock morning AM، نكتب مثلا الدرين البلد مال last 24 hour مثلا 200 cc أو pus 100 cc أو bile وهكذا. فإذا on special chart chart someone for follow up chart بالطبلة مال المريض بالكيس بالكيس هي الطبلة هاي اللي تكلمنا عنها تنذكر بالفولو اب يوم بعد يوم، ونثبت كل الأشياء اللي تطلع من هذا الدرين. وطبعا removal of the drain empty drain من جسم المريض can be done if there is little or no discharge. طبعا من يكون الدرين يطلع نظيف بعد ما يطلع منه شيء، لا يطلع منه blood، لا يطلع منه pus، لا يطلع منه any discharge، ذاك الوقت احنا الدرين ممكن we have to remove it. The other care in the world is respiratory care. Now respiratory care prevention of respiratory complications، نمنع كل المضاعفات اللي يصيب الجهاز التنفسي، واللي أهمها طبعاً mainly atelectasis انخماص الرئة which may occur within the first 24 hour post operatively، محتمال تكون خلال أول 24 ساعة إذا ما اتخذنا الإجراءات اللي تمنع هذه المضاعفات. ف it is very important طبعاً، and this is done by learning the patient how to do breathing exercise. Breathing exercise تمارين التنفس especially in patients who are smoker. هذول مرات احنا نعمل عمليات المريض يوميا يشرب له باكيت جيجاير او باكيتين جيجاير، او مريض مثلا obese or having previous pulmonary disease او كان عنده مثلا مشاكل تنفسيه قديمه مثل chronic bronchitis اللي هي التهاب القصبات المزمن. هل group of patients the smoker the obese the chronic bronchitis they are more liable to develop respiratory complications ومادي مثل ما ذكرنا هو الاتلكتيزيس، وقلنا الاتلكتيزيس اذا ما تعالج بشكل صحيح ممكن تعمل لنا نيومونيا، والنيومونيا طبعا تحتاج انتي بايوتيك تحتاج كذا والى اخره، وممكن يصير عنده other complications to the respiratory system. So we should learn the patient how to do breathing exercise. How to do the breathing exercise we should tell the patient that you take a deep breath. يعني قاعد المريض بزاويه 45 على السرير مالته، ونطلب منه انه قلنا المريض قل اخذ نفس عميق بحيث الهواء ينزل على كل الرئه مالتك، يعني مثل شو عجر حسره يسحب نفس حتى ينتفخ الرئه مالته ويصل الهواء الانسبايرد اير تو اول ذا الفيولاي ان ذا لنج تو بي اوبند، وان ذس از ريبيتد افري فيو مينتس ان اوردر تو جيت ريد اوف ذس كومبليكيشنز. So breathing exercise is very important. Sometimes with the breathing exercise, the patient will develop cough. So the patient should cough out any sputum or any secretions that come out from the his trachea or his bronchi. And if the patient cannot breathe, do this breathing exercise properly, احنا نقدر نساعد المريض او المرافق نوصل المرافق ضربات خفيفه على الظهر وعلى اسفل الظهر يعني بالكف، يضرب على المنطقه هاي يساعد المريض ايضا to cough out all the secretions that may cause this atelectasis and infection. The other care is cardiovascular care. هنا عندنا طبعا early mobilization and the prevention of taking the sitting position for a long time. احنا نشجع المريض طبعا طالما يتحمل وما عنده الم، يعني يفضل المريض انه مثلا من ثاني يوم
يبدي يتحرك طبعا اكتف موفمنت اوف ذا لونج، ونبدي يقف المريض ويبدي يتحرك يروح الحمام مثلا بمساعده المرافق مالته. بهالحاله هذه اللي يسموه اللي موبلايزيشن، حتى شنو طبعا حتى نمنع حدوث الديب فين ثرومبوزس، تخثر الدم في الاورده العميقه للساقين، وبالتالي نخلص من مشاكل هذه الدي بي تي اللي مثل ما ذكرنا ممكن تعمل لنا بالموني امبوليزم، تعمل لنا جلطه رئويه، وهاي طبعا تكري هاي ريسك of يعني even maybe fatal sometimes. The other thing is to checking of the IV fluid and serum electrolytes. هنا طبعا المريض من يطلع احتمال يحتاج يوم يومين انه يبقى على IV fluid. So the required post-operative fluid should be recorded in a special IV fluid chart. ال IV fluid chart طبعا هو special chart موجود هذا والستاندرد، يذكر به ساعات اللي يعطى بها الفلويد، مثلا الساعة الرابعة صباحا، بعدين الساعة الثامنة صباحا، بعدين الساعة 12 الظهر، فينذكر به حقول، وينذكر الكمية أيضا على شكل جداول، ينذكر كمية السوائل اللي يأخذها المريض أو يأخذها المريض أو مطلوب أن يأخذها المريض، وينحسب أيضا نوع السوائل، يعني السوائل اللي نأخذها عندنا محاضرة IV fluid إن شاء الله مستقبلا، نوع السائل اللي مطلوب اعطائه للمريض، وخلال الفتره اللي يعطى بها هذا السائل. فهاي should be checked، هذه طبعا daily checking صبح ومساء to check the required post operative fluid should be recorded in a special chart and should be checked many times more than 2-3 times daily to be sure that the patient received his required or his needed fluid. بالنسبة للأدلت، in the adult the daily requirement، الحاجة اليومية بالنسبة للأدلت is 1500 to 2500 ml، اللي هي تقريبا حوالي 4 to 5 pints. كل pint هذا نسميه كيس مغذي بالعامية، يقولون هذا كل pint يحتوي على 500 سي سي من الفلويد. ف normally الأدلت patients يحتاج إلى 4 to 5 pints of glucose saline، هذا نوع من الفلويد يسمى الجلوكوسالين، in the first 24 hours post operatively. واضح الصوت اخوان؟ واضح. جيد. اذا اول 24 ساعه post operative المريض يحتاج، اذا كان ما ياخذ فلويد طبعا، هنا طبعا اذا كان عنده مثلا بتسوي له عمليه مثلا والمريض ما يقدر ياخذ اول يوم الفلويد، مثلا عمليه بالابدومن او عمليه بالتشيست او عمليه بالفارينكس او عمليه بالاستفاغس او عمليه بالفيس، بحيث المريض بالاورال كافيتي مثلا، واحد مسوي له عمليه بالاورال كافيتي مثلا مالجنسي بالماكزيلا، مالجنسي بالمانديبول، هذول احتمال اول يوم يومين ما نقدر ياخذون اورال عن طريق الفم، فممكن يبقى المريض الى 1 داي 2 داي لازم نخليه اي في فلويد، دي تغذية وريدية عن طريق الوريد، سوائل عن طريق الوريد. فأو احتياج المريض أول 24 ساعة عادة نورمالي هو تتراوح بين 1500 إلى 2500 مل خلال أول 24 ساعة. In the next 24 hour يعني اليوم التالي and onward، وإذا بقى فترة أطول ياخذ فلويد، the patient will need daily 3 liters of glucosamine. فإذا من بعد اليوم الأول تزداد الحاجة اليومية، طبعا هاي أسبابها كثيرة ما ندخل تفاصيلها، إذا شاءت إن شاء الله في اليوم في محاضرة قريبة من على الفلويد ربما نتكلم ليش أول 24 ساعة بس 2500، ليش من next 24 hour نبدي نزيد الكمية إلى 3 liters، وعادة ننطي glucosamine. بالثيرد بوست أوبراتيف داي يعني باليوم الثالث ما بعد العملية، إذا بقى المريض على IV fluid he should given potassium and this potassium should be added in the third post-operative day. والdaily requirement احتياج اليومي من البوتاسيوم هو 60 ملي equivalent per day. كل شخص او كل مريض اذا بقى على IV fluid اول يوم يومين ما نعطي بوتاسيوم، لان اصلا وسمني بس عندهم هايبركاليميا اول يوم يومين، او مو هايبركاليميا وانما يكون نورمال بوتاسيوم وسلايت انكريز بوتاسيوم، لكن باليوم الثالث راح يصير عنده هايبوكاليميا اذا ما انطينا الديلي ريكوايرمنت اوف بوتاسيوم، والديلي ريكوايرمنت اوف بوتاسيوم هو 60 ملي اكوفلنت بير داي ان ديفايدد دوزز، ما نعطيها دوز واحده لا، نقسمها طبعا مثلا 60 نقسمها على اربعه وجبات، يعني كل
باينت من الـ من الـ من الست باينتس اللي ياخذها يوميا، نخلي مثلا 10 سي سيات او 15 سي سي من ال 15 ملي كوفلنت، نخلي كل باينت من الفلود اللي ياخذه فنوزعها 60 ملي كوفلنت ننطيها خلال 24 ساعه. other losses of fluid مثلا فيبر بيرن، مرات المريض ننطيه احنا ديلي كوانت ماله 3 لتر، لكن بنفس الوقت هو عنده في سيفير انفكشن، وهذا السيفير انفكشن يعني يعمل له هاي فيبر. الهاي فيبر من الفيبر البيشنت هو لوس مور فلويد، فاحنا نحسبها كل سنتيغريد زياده، يعني النورمال تمبريتشر اوف ذا بودي از 37 سنتيغريد. So if the patient have 38 centigrade يعني زاد عنده درجة مئوية واحدة أو مثلا 39، هنا 2 degree نورمالي 37 وإذا صار 39 فها 2 degree على كل degree نضيف fluid 200 أو 200 ml excess above this the requirement of 3 liter. فإذا كان عنده حرارة مثلا 39 والديلي requirement ماله 3 لتر فراح ننطيه 3 لترز اند 400 سي سي. ال 400 هي مع درجه الحراره اللي زادت عند المريض نتيجه الانفكشن، لانه اذا ما ننطيها هذه ما نعوضها راح يصير عنده ديهايدريشن، راح تفقدان بالسوائل والفلود اللي اخذها راح تكون قليله. The other checking is to check the serum electrolytes املاح الدم، قياس املاح الدم اللي هي طبعا مينلي طبعا الصوديوم والبوتاسيوم وممكن نعمل other electrolytes، لكن اكثر شيء اللي نشيكه هو السيروم الكترولايت صوديوم اند بوتاسيوم. لا طبعا اذا كان عندنا الصوديوم قليل لازم نعوض بصوديوم، واذا كان الصوديوم قليل بوتاسيوم قليل لازم نعوض بوتاسيوم ضمن معادلات معينه معروفه. الاذر كير از اباوت كاسترو انتستينال تراكت كير، جهاز الهضمي. طبعا هذا الموضوع هنا يخص الابدومن السيرجري، عمليات اللي نعملها داخل الابدومن مثل باول مثلا باول ريسكشن او مثلا بحاله العمليه الديو او بحاله المراره والى اخره. هنا لازم طبيب هنا بالتشيكينج بالوورد لازم نفحص على الباول ساوند، نسمع اصوات بالسماعه طبعا بالستيثوسكوب، خلي الستيثوسكوب على الابدومن اوف ذا بيشنت and we should check the bowel sound، تسمع صوت الامعاء. عادة صوت الامعاء اذا ماكو مشاكل والعمليه مثلا straight forward without any complication and simple the bowel sound يعني ترجع حركه الامعاء within the first 24 hour. فطالما ما اكو bowel sounds يعني الامعاء ما تحرك nothing should be given by mouth، ما ننطي سوائل عن طريق الفم، ما ننطي شيء لحين ما يصير عند المريض حركه بالامعاء مالته، وهي نكتشفها طبعا او نتحسسها بالسماعه بالستيثوسكوب كباول ساونز. الفقره الاخرى هو بوست اوبراتيف بين. المريض من يطلع من صاله العمليات وخاصه بالميجر اوبريشن يشتكي من بين. طيب هل بين هذا لازم نعالجه؟ اذا ما عالجنا البين والمريض بقى يشتكي من بين، شنو ممكن يصير كومبليكيشن نتيجه شكوى المريض من البين؟ فبوست اوبراتيف بين ماي كوز نمبر 1 ات انكريز ستريس، زيد يعني مريض عنده بين بس عنده نوع من الستريس، زيد كلش عليه ستريس واجهاد وخوف، اند ذس ويل ليدز تو ديلي ريكفري. طبعا هنا الريكفري يعني رجع المريض وضعه طبيعي خلينا نقول يعني بدون مضاعفه بدون مشاكل راح يتاخر. ليش؟ لانه البين مأثر عليه، بين زاد ستريس مالته والى اخره. سكند ثينج البين ويل كوز انيبيليتي تو كف. واحد مثلا عنده عمليه بصدره او عمليه ببطنه وعنده بين ويريد يكف يعني يسعل، يتق يسعل ما راح يتق يسعل، لان الوجع راح يزيد عليه. فاذا ما سعل، اذا ما صار عنده سعال وما اخذ ديب بريث زين، ايش راح يصير عندنا؟ اذا يصير عندنا ريتنشن انحباس اوف ذا سكريشنز، الافرازات تنحبس في صدره ويصير عنده اتلكتيزيس، نرجع لاكتيزيس مرت اللخ، انخماص في الرئه وممكن يصير عنده نيمونيا. بس لو ما كان عنده بين، لو كنا اعطيناه انرجيسيا مضبوطه وما عنده بين
الكف راح يدق يساعد السعال براحته ويطلع كل السكريشنز وما يصير عنده هاي الكومبليكيشنز بالريسبيراتوري سيستم. ذا اذر ثينك طبعا الكوز انه بين مثلا اذا عنده بين المريض ما يقدر يتحرك، مثلا واحد عنده وجع باي مكان من جسمه مكان عمليه راح تمنعه عن الحركه، فاذا منعناه اذا منع عن الحركه المريض وبقى هادئ بالسفرير ماده ما راح يتحرك، هذا ممكن راح تعمل لنا ايضا فيروس ستيزس، ويعني البلد يبقى بالتوقف بالاورده العميقه باللور ليمب ويعمل لنا دي بي تي، وربما دي بي تي تعمل لنا بالموري امبوليزم، ومثل ما ذكرنا قبل قليل انه هاي واحدة من المشاكل اللي قد تكون فيطل ممكن تقتل المريض. فاذا كل هذه الاشياء ممكن تصير اذا البين موجود وما عالجنا البين، لذلك احنا لازم عندنا ميثودز اوف ريليفينج اوف بين، لازم نتخلص من البين بوست اوبراتيف. في نهايه الميثود عندنا اولا شلون ننطي يعني انالجيزيا، عندنا اما الطرق اما انترميتنت انجكشن اوف انالجيسيك دراج بشكل متقطع، يعني مثلا كل ما اشتكى من المريض من الم قوي ننطي انالجيسيك باي انجكشن، مثلا مره الصبح مره الظهر او المساء صباحا ومساء. شنو الادويه اللي ممكن ننطيها هنا كبين كيلر يعني كانالجيسيك دراج؟ عندنا مورفين. المورفين طبعا هالايام شويه قل استخدامه لانه ظهر غير ادويه ممكن ان تكون مسكنه للالم، لانه المورفين هذا ما يعملنا ممكن يعملنا ادكشن يعملنا ادمان، ينعطي على شكل 3 ملي جرام اي في ديليوتد يخفف ان 3 مل ديستد ووتر وينعطي سلولي اي في. طبعا سلولي لانه اذا ينعطي بسرعه هو ريسبيرتوري ديبريسنت ممكن ياثر لنا على التنفس مع المريض ويسوي لنا ايضا أبنية مرات يعني انقطاع النفس إذا كان عطى سريع وجرعة عالية. سو ممكن ننطي مورفين كبين كيلر، ممكن ننطي بيثيدين، البيثيدين أيضا متوفر حاليا اللي هو طبعا about 75 ملي جرام IV infusion، ننطي على شكل infusion بسيط. وطبعا أكو ما عندنا متوفر احنا حاليا، لكن أكو بالخارج أكو أجهزة خاصة المريض يتحكم بالإنجكشن هذا الانفيوجن، يعني مره يفتحها ومره يغلقها حسب الوجع اللي عنده، يعني بطل معلق بالبيثيدين وكوميشن خاصه يفتحها ويغلقها ينطي ياخذ الجرعه اللي تزول عنده الالم. اذا البيثيدين one of the painkiller that can be used as analgesic post operatively. اكو other drugs مثل بنتازوسين، واكو طبعا هسه الموست كومن حاليا نستخدمه هو الترامادول، وكلكم يمكن سامعين بالترامال واللي هو الاسم طبعا الترامال اسم التجاري والترامادول اسم العلمي، هو 100 ملي جرام او ديكلوفيناك. الديكلوفيناك 75 ملي جرام انتراماسكولارلي، طبعا الديكلوفيناك هو البولتارين كلكم بتعرفوه تاخذوه بالادويه ان شاء الله. هذا ايضا جماعه الاسنان يستخدموه كثير كبين كيلر، هذول طبعا اضعف من المورفين ومن البيتيدين. احنا عاده نستخدم حاليا نفس الترامادول كبوست اوبراتيف بين كيلر. Other way of giving the analgesic is continuous IV infusion of analgesic. أكو continuous يعني أخذ الدريب بطيء جدا ويوضع به بعض الأنستيك safe anesthetic and should be given by infusion continuously or inhalation analgesia short acting medication self administered. يعني خاصة بعد يعني أكو بعض الغازز اللي هي analgesic مثل nitrous oxide هذا يستخدم أيضا كإنهاليشن. مريض من يحتاج يصير عنده بين ممكن يخلي ماسك على الأنفة ويستنشق هذا الأنالجيزيا تخفيف من الألم مالته، أو ممكن نعمل بريفرال نيرف بلوك حاطة مثلا بين بذول جماعة الكسور ما كسور بالليمس ما أو بالأبر باللور ليمس، نعمل نيرف بلوك حتى الألم بذيك الجهة اللي معمول بها عملية أو يشتكي منها المريض ينتهي نهائيا ما يصير عنده أي ألم. او اكو طريقه اخرى يسموها ابيديورال اور اكسترا ديورال بلوك، هنا يعملون انجكشن اوف انستيتيك دراجز اللي هو بيوبيفاكاين نوع من الزيلوكاين بس هنا لونج اكتنج، وتعرفون كلكم الزيلوكاين هو الانجكشن ايضا نستخدمه باللوكال انفلتريشن انستيزيا، فممكن نستخدم هذا البيوبيفاكاين اللي هو لونج اكتنج يعني انستيتيك اور سوري analgesic drug ينعطي طبعا epidural او يسموه extra dural block. هنا طبعا الصوره توضح لك شلون ينعطي، طبعا هنا من بين الفقرات ممكن طبعا هاي should be done by anesthetist
not anyone do it but only the anesthetist. وينطيه طبعا ما يدخل السباينال كورد, هذا السباينال كورد وهنا هذا السباينال كانال وبيها طبعا السباينال فلويد هون السي اس اف, خارج السي اس اف ما يدخل السي اس اف, يسموه اكسترا ديورال, خارج الديوره. تتذكرون من درسنا بالاناتومي العام الماضي الديوره والاكستنشن ماله بالكانال بالسباينال كانال, فهنا ينعطي الدراج للبيوفاكاين ينعطي خارج المكان, فمن ينزلق هنا البيوفاكاين it will block the nerve at this level اللي تطلع من between the vertebrae and the area supplied by these nerves will be anesthetized and the pain will disappear. Other analgesics or other way of giving the analgesic is oral analgesic عن طريق الفم, إذا المريض بدأ يأخذ oral fluid and oral diet and still have a pain, we can give him oral analgesia like non-steroidal anti-inflammatory drugs اللي هي طبعاً اللي هي مثلا الفولتارين, الاندوسيد, البروفين, all these are drugs group, they are called non-steroidal anti-inflammatory drugs. Or you can give him betadine tablet, which is not available nowadays, or codeine tablet. This can be given orally for the patient. So all these things, which I'll talk about it, is the intermediate in the world. Okay, now the patient is it, is the patient is, in the fifth part of the day or the sixth part of the day, and the patient get relief from his problem, he is well, his vital signs okay, he has no pain, he has nothing, wound clean, the dressing shall, the stitching shall, now the patient will be discharged home. This, at this time, the patient will enter into another phase, which is called the convalescence or recovery phase, and this is a transitional period from the time of hospital discharge to full recovery. يعني من يطلع المريض اللي بقى راح يكمل الكير مالته at home or outside the hospital. We should give him instructions, many instructions. عمله card of discharge and with the in the card of discharge we should give him write for him some important instructions or we should told him or his relatives مرافق مالته انه يتبع الخطوات التاليه, how to care about his wound, how to care about his dressing اذا كان عنده dressing, and what to do, what not to do, and what to do about, we should instruct him about the type of diet we will take, we instruct him about not to do any extra exercise. يعني مثلا ما بعد العمليه طلع بعد اسبوع ثاني يوم ركب السياره مالته وراح الشغله وعملها, لا لازم نعطيه الفتره اللي يحتاجها فور ريست, اذا كان موظف نعطيه اجازه مثلا 14 يوم حتى يداري نفسه بالبيت من ناحيه الدايت فور دايت اند فور هاو تو ريسيف ذا دراجز ويتش از بريسكرايبد باي ذا دكتور. اول ذيس انستركشنز ار وذين ذا كونفاليسنس فيس والمرحله الثالثه من متابعه مع بوست اوبراتيف اوبريشن. سم اوبريشنز لايك مثلا operation the abdomen should instruct the patient not to lift heavy weights. يعني مو مثلا واحد من العملية مال الفتق وبعدين بعد اسبوع او عامل مثلا بعد اسبوع شوف راح نزل الشغلة والعملية, طبعا راح يصير عندنا مشاكل بالوند, راح يصير عندنا infection, راح يصير عندنا ربما يصير فتق بالوند او فتق جراحي او الوند يمكن ينفتح. هذه ال instructions لازم يتبع المريض لفترة قد تطول لحد الست أشهر إنه يداري نفسه مثلا ماشي شيء ثقيل ما يتعب نفسه ما إلى آخره, حسب نوع العملية حقيقة, حسب نوع العملية طبعا. العملية مثلا حتى إذا عندكم مثلا بالماكسيلو فيشل سيرجري مثلا الانستركشنز إنه مثلا إذا عمل أوبريشن بالماوث يعني شلون يعتني بالماوث مالته, شلون يعتني بنظافة الماوث, شلون يعتني بأسنانه, شلون مثلا إذا كان سموكر لازم وقف السموكينج مالته, وكل هالانستركشنز حسب نوع العملية. من يطلع المريض من المستشفى لازم يعرف كل هالانستركشنز وتعليمات يتبعها, امتى يراجع الطبيب, كلش قد يراجع الطبيب بعد فتره شهر بعد شهرين والى اخره. اذا هذه محاضرتنا ما هذا اليوم, وان شاء الله تكون محاضره بسيطه ومفهومه, واضطرينا انه نكتب بعض نقولها بالعربي لانه هذه طبعا حتى تنفهم وتبقى ببالكم, وان شاء الله سهله كلها ما بي اي مشكله. إذا أكو أي سؤال أي استفسار عندنا وقت مجال دقائق واسألوا. Now the floor is open for any question regarding this lecture.
عفوا دكتور، يمكن الحضور بعد ما انفتح بالمودل؟ ليش ما انفتح؟ انا محددة من ساعة 6. من الستة نحاول ما افتح الحضور. هسه زين راح اكو احاول حسجل اسجل. حضور اخوان؟ لا دكتور بينو خلل. ليش يا بنتي خلل؟ ليش؟ انا ثبتناه زين ذاك المحاضرة ثبتهم ما والله ثبتوا دكتور الحضور. يعني زين هي ثبتناها دكتور. زين اكو حسجل حضور بهذا الموعد اليوم؟ اللي لا سجل حضور دكتور ما يفتح ابد، ابدا ما ما فتح. يطلع المربع من الاتندنس. لا ما يطلع. زين ايش طلع؟ ايش طلعتكم؟ فتح الحضور مسدود ما انفتح. طيب ما مشكله ان شاء الله بعد الساعه بيش الساعه تقريبا هسه الساعه 7 سبعة تمام وست دقائق راح افتح الحضور من السبعه ونص للسبعه الا ربع للثمانيه الا ربع. ارجو ان تبتن حضوركم مالي المحاضره راح افتحها من السبعه ونص للثمانيه الا ربع. مسموع الكلام؟ تمام دكتور ماشي. تمام. اكو سؤال عن المحاضره دكتور؟ بس ممكن تعيد الفقرة الثالثة مع الكارديو فاسكولار سيستم؟ الفقرة الثالثة وين؟ الفقرة الثالثة بالانترميديت؟ ايه بعد ما حكينا بالكير اوف كارديو فاسكولار سيستم، بعد ما حكينا عليهم قلنا انه لازم يحركون اعضاءهم حتى لا يصير يعني early active movement، وبعدين قلنا انه هذا الشيء يعني بالالدير وبالاوبيس بيشنتس. نعم. الفقرة اللي بعدها ما لحقت ولا يعني قام ما يخالف ما يخالف. اسمك بنتي شو اسمك؟ صفا. هلا بصفا. شوفي بنتي صفا، احنا بالنسبه للكير اوف كارديو فاسكولار سيستم هو الغايه يعني الهدف الرئيسي منه انه ما يصير عندنا دي في تي، ما يصير عندنا تخثر بالاورده العميقه للساق. فحتى ليس عندنا تخثر دعم الساق لازم عندنا ان نشجع المريض على اير رياكتيف موفمنت، يعني راسا نبلغ المريض هو نايم بالسرير مالته نقول له حرك رجليك اسحبهم ورجعهم اسحبهم ورجعهم حرك رجليك كانه انت قاعد تمشي. فالحاله هذه راح يصير عندنا كونتراكشن للمصل مال الليك ما تمام، وبالتالي البلد ما راح يصير بيستيسيس، ما راح يتوقف داخل الاورده العميقه، فما راح يصير تشانس انه يكون دي في تي. فالحاله هاي طبعا منعنا حدوث الدي بي تي. بهاي الحاله انه يتوقف الدم وممكن يصير نسبه التخثر الدي بي تي عاليه، اكثر شيء يصير ادمن يصير عند الالدرلي بيشنتس، هذول الكبار بالعمر يعني في 60 65 فما فوق، 60 سنه 70 سنه، هذول يكونوا ليزي. هذول الناس واحد كبير بالعمر عمره 80 سنه هو مدد بالمنام ومطالع من عمليه يكونوا كسلان، يعني ما عنده يعني نشاط عضلي قوي، فاذا ما ننصحه وتحرك ما يتحرك، لانه هو اصلا رجال كبير السن مثلا او امراه كبيره السن، فهذول الحركه ما تكون قليله. هاي وحده. والشيء الثاني بالنسبه للاوبيز، هذول الاوبيز ايضا جسمه يكون ثقيل، وهذول طبعا الاوبيز نقصد بهم اوبيز ذول يعني مثلا 90 كيلو كيلو فما فوق، 90 اكو قسم من عملهم عمليات 120 كيلو 130 كيلو، هذول طبعا يكونون مور سسبتبل تو ديفلوب ذيس كومبليكيشن تو ديفلوب ذيس دي في تي. واحنا ذكرنا الدي بي تي طبعا فيري دانجرس، اذا صار دي بي تي طلع منه خثره وفلتت على السيركوليشن وراحت على الهارت وعلى اللنج تعملنا بالموري امبوليزم which is very big problem. So حتى نمنع هذه عندنا طرق زين اللي هي يسموها بريفنتيف ميثود، طرق وقائيه. مثل ايش؟ اكو نوع من الجواريب يسموه الاستيك سبورت ستوكينج، هي مثل الجورب بلا يعني قدم بس الساق، يعني بس على الساق تصير، وهذه نوع من المطاط، وهذه طبعا من تلبسها مو حيل ضايقه، حيل لكن ضيقه، لكن مو حيل ضايقه لان حيل ضيقه همينه ما تفيدنا. هبيه مطاطيه، طبعا هذه المطاطيه تضغط على العضله مالت الرجل مال الساق فتمنع الاستيسيز مال البلد، فتخلي البلد حركته اسرع فما يصير عندنا الدي بي تي. او طريقه اخرى عندنا في الجهاز بينه مثل باك شلون مال الضغط، شايفين هذا مال الضغط اللي يلفونه على الايد وينفخه بالهواء، هذا يلفونه على الساق على الليج على الكالف مصل، هاي العضله اللي يسموها الكرشه مال الرجل، وهذا مربوط بجهاز كهربائي ينتفخ ويعني يتفرغ الهواء منه، يعني من ينفخ بالهواء ايش راح يصير؟ راح يضغط على العضلات مال الساق ويدفع الدم من داخل العضله باتجاه السيركوليشن، واذا انسحب الهواء منه كانه عضله تنبسط وتتقلص. فهذه الحركه انترمتت متقطعه كانه واحد ماسك الرجل مال المريض ويعصر بها، ف
فيتحرك الدم داخله وبالتالي ما راح يصير عندنا او راح تقل نسبه حدوث بين الثرومبوزس. واضح صفا؟ نعم دكتور، شكرا جزيلا. عفوا، اكو سؤال اخر اخوان؟ دكتور عندنا هاي الريد فاك درين وبين روز درين، على اي اساس هاي اعتبرناها اكتف ولا اعتبرناها باسيف؟ عافية، سؤال جيد، سؤال جيد. هاي طبعا الدرينات بالمناسبة اذا انت واحد منكم ان شاء الله مستقبلا راح يصير بالماكسيلو فيشل سيرجري مثل الدكتور برع الله يحفظه اخونا وزميلنا، راح يستخدم هاي الدرينات، راح تستخدموها الدرينات. هذا ريدي باك يسمونه، هتشوف فيه هذا ريدي باك، واضح؟ اي دكتور. وهذا البينروز، هذا يسموه اكتف، هذا يسموه باسف. ليش اكتف؟ لانه هذا من نستخدمه لدرين، احنا قبل ما يعني من نخلي التيوب درين، هذا طبعا التيوب رايح على الووند، هذا التيوب رايح وين؟ رايح منا طالع من الدرين ورايح وين؟ هذا الدرين نفسه التيوب درين رايح على الجرح، يعني مدفون جوا الجرح. هذا المكان هنا هذا مثل برغي بي ينفتح، من نفتح هذا القفا مالته هذه اشوفوه مثل السبرينج، نسده نضغط عليها راح تتقلص حجمها، راح يصير كلش صغير، ورجع نخلي القفا مالته هنا ونتركه، فايش راح يصير؟ راح يصير نيجاتيف بريشر هنا، نيجاتيف بريشر. من صار نيجاتيف بريشر شكو هنا بلاد سيراس فلويد باس راح ينشفط، راح يصير بينه سكشن، لان هنا عندنا نيجاتيف بريشر، فبين يصير بينه سكشن. وين يتجمع؟ يتجمع ينزل هنا، شوف هنا اكو بقايا بلد يجي الداس، فمن ينفتح هذا المكان مضغوط، هذا كله مضغوط راح ينفتح يصير اشكل مفتوح، هذا مفتوح طبعا هسه زين، فمن ينفتح راح يصير يسحب، اما مثلا صار بلد لهنا او صار باص لهنا هالليفل هذا. نرجع هنا مرت اللخ، طبعا هناك قفل ينقفل مثل شلون هذا الكلامب مال الامبلاكل مال حبل السري، من تجي المره بتجيب ياخذوا لك كلامب هنا يتخلى كلامب، بس هذا كلامب قابل للفتح يعني، فنسد منه نرجع نفتحه منه نسحب هذا الشكل ونرجع نقول له المرافق مال المريض بعد ما نحسب الكميه اللي طلعت ونثبتها بالطبله، نقول له روح ذبه هاي ووصله وجيبه. من يوصله ويجيبه قبل ما نفتح هذا الكلامب نضغط هذا مرت اللخ حتى يصير عندنا يعني نفش هاي كلها بيدنا نضغطها بالجهتين، ونرجع نربط هذا منه القبض ونفتح هذا الكلامب. من نفتح الكلامب راح يدي يشتغل اكتف، يبدي يشفط كانه شافطه كانه سكر. هذا الريدي باك يسمونه، لا يسمونه اكتف، اما هذا عباره عن ربر تيوب مثل لاستيكه، شايفين الكف هذا نلبسه بيدنا، اذا نجي نقطع واحده من الاصابع مال الكف بالضبط يشبه هذا، بس هذا شويه اطول، فربر مثل ربر مطاط، وصله مطاطه الشكل هذا نخليه من جوا. هذا باسف راح نخلي فوق ضماد هنا، واذا اكو باص اذا اكو فلويد اذا اكو شيء يطلع من الجوانب مالت الدرين او من بطن الدرين بينه مثل التيوب هو، وما يصير بكولكشن جوا الجرح مفتوح، لان الجرح يعني انفتح بهذا الدرين ما مخيط ما حيصير هيلينج منه. فاذا اكو باص اذا اكو سيرس فلويد اي شيء بلاد راح يطلع هنا بالضماد، ونبدل الضماد يوميا طبعا، وهذا من ينتفي الحاجه من بعد الضماد ما يكون نظيف وبعد ما يطلع كل شيء نقدر نسحبه. هذول عاده نثبتهم بخيوط منه ستيتش، شوف هذا الستيتش هنا خيط ثبت به. ماشي؟ أي سؤال آخر؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور نفسه هو الفيجر 3 هذولي يشتغلون كتيوبات لو ساك، أشني هذولي بالضبط؟ هذولي؟ إيه؟ دحقي بالضبط الكف، تعرفين الكف هذا نلبسه بيدنا كف مطاطي؟ نعم دكتور. امسك الكف بيدك وقصي واحدة من الأصابع بالمقص، ايش راح يبقى عندك؟ هاي يعني ايه بين تجويف مثل الساك بالضبط، هي ربر ربر هذا الربر بالضبط، بس هذا على شكل بينه اطوال طبعا، اكو ارفع من الاصبع هذا مال الكف ارفع طبعا، هاي وحده واطول طبعا من الاصبع، يعني مثلا يطلع بينه 20 سنتيم 15 سنتيم، ونخليه بالجرح من جهه ومن جهه نثبته بالستيتش يعني بخيط نثبته حتى لا يفلت من مع